تدي بدا تسولي نندم مثل ما زلون صفي سون غار وغمي سست مزيخ ترى وندن صوابا ستيلي زرين النهار دي تزولا يمكن تدوس لوين تيتو دا عبد المجيد تبون دوكا ولي سمي فيت غاف ولدي تمليلي في ثغنا وثاتو خباني نديت نولفون ذاك نتا دمسة ثمين وثيت خيل غاف ثدمسة نتموسني يقول تخباني نديت نولفون يتخلن غاف القديش دت موسني قل مزيانا كنا دالين ست دمسة ثغنا وث وقد شكل اقتصاد المعرفة وكذا المؤسسات الناشئة أحد المحاور الأساسية للخطة الاقتصادية التي تعهدت بها والتي ترتكز أساسا على تشجيع مبادرة الشباب واعتماد مشاريعهم ضمن مخطط النهوض بالاقتصاد الوطني. وحتى يتمكن أصحاب المشاريع المبتكرة في تجسيد أفكارهم كان لابد من تعزيز النظام البيني لابتكار وفي بلادنا لكي يرقى إلى طموحات شبابنا نظام بيئي يضمن لهم ميكانيزمات تمويل ملائمة. وعلى هذا الأساس لأنشئ صندوق تمويل المؤسسات الناشئة حتى نبعدهم عن البنوك وربما ما ينجر عنه من بيروقراطية وملفات وتقل الملفات. أكن ديو كذو سلوين تيو ذا عبد المجيد تبون ذاك نادي فد مجال وإذا يتفدان ذا كوذ موان قل مزيان ياكو ديس الفرنسا بالقضاء نهائيا على هاته الممارسات التي حرمت خيرة أبنائنا من تجسيد مشاريعهم وتحقيق أحلامهم ودفعت الكثير منهم للهجرة. ويتجلى ذلك من خلال نظام تصريحي جديد لأصحاب المشاريع المبتكرة سيمكنهم من تجسيد أفكارهم بعيدا عن كل ما يمكن أن يعرقل مشاريعهم. دوك سنت النظام ثغالد ثيلي زرين النهار ستولا في نبيدي سان لهلاش الملاريا دوك خامن توجيان تغيوان تنتي مياوين إلا نذيك ليسا يقود مورثان مالي ذوي ديت سن غار ذاقية كان أذ توذوان ستاويلا ثيلان وتصدي سن وفاني ما ننسن وفغاند سو خامن توجيان مي توذوان يونو سنت لي خبرة دوني فدن غافو خامن توجيان تي مياوين دي برج باجي مختارة ذاك كانت وجر 97 الحالات يعدان في اللسن و 35 ديسان سعى الله لاشا قيمة 62 النظام أورا 90 را خاصة كان خصوصا التاويلة ذوك خاما كين توجيا ماشا إي مجايين خدمان لا قديش سن النوالي دوك صاوان أحمد طمري. فيما يخص المرض نتاع حمل المستنقعات هذا عندنا 97 حالة على مستوى العيادة نتاع تيمان مرت بالمخبر 35 حالة بوزيتيف والباقي 62 نيجاتيف. كل الحالات تقريبا مستورده ما عدا حاله او حالتين خصنا الدعم وماذا بينا يدعمونا بالامكانيات اللي كاينه علاش العياده ماهيش جاهزه باش تستقبل المرضى في الافات و20 حاله. انا دي غارو بزدو نت بس عند تفغان شراني سلمى نت داوي ثنا العربي تبسي فغندي تمسبني فغف سبع تقولاتي انت ديران يا قذين مهلان مي ولا نذكين وتطفنا لهذه القوانين ديوسان صغور غليفة فعنا تمثالت سليم ديري ديوز نغدنشتا وهذا مخالف لتعليمات السلطات العمومية. النقطة الخامسة عشر نحن اليوم في وقفة احتجاجية رقم واحد ضد إدارة جامعة العربي تبسي مدير الجامعة وطاقمه الإداري الذين لا يحترمون الأساتذة ولا يعبؤون بهم ولا يستقبل حتى الأساتذة لا يحترمهم إطلاقا لا يعبأ بهم لا يسير شؤونهم بالشكل المناسب وكذلك ممارساته السلبية تجاههم. وقفنا جميعا من أجل المطالبة بشيء واحد هو تطبيق قوانين الجمهورية. السؤال الذي نطرحه ونكرر طرحه دائما لماذا لا تطبق قوانين الجمهورية على مستوى جامعة بسة؟ لماذا لا تطبق هذه القوانين؟ هل وجدت هذه القوانين كي لا تطبق؟ لماذا كل هذه الخروقات؟ المدير جامعة تبسة أهان جامعة تبسة في اجتماعات رسمية بقوله جامعة تبسة جامعة ريفية ومدينة ريفية ومدينة موسخة وفي الندوة الجهوية للشرق
قررها امام المسؤوليه الوصايه. لذلك نحن اساتذه جامعه تتبسه واطاراتها نطالب من الوزير اقاله هذا المدير وكل طاقمه الاداري. سي ثمن غاثي اللي زرين النهار تصوت غارون مهل تداوي ثنا تبسا وثلاث ثريريتي سامشيرات بن وليد وكصوت سليم دريد. الجامعه تعمل بكل طاقاتها وتطلب من كل طاقاتها المزيد. لماذا؟ لان اولا لجعل الجامعه في سمعه جيده اولا على المستوى الوطني وكذا على المستوى الدولي. ونحن في جامعة العربية تبسي كل الأبواب مفتوحة لكل طاقاتها، سواء كانت على المستوى البيداغوجي وحتى على المستوى الإداري، ليس فقط بالنسبة للأساتذة وإنما أيضا بالنسبة للعمال. فنحن نعمل في جامعة العربية تبسي على ترقية الجامعة وإعطاها السمعة اللائقة بها. أنسالي سوكس دونف قاية ثندات وغالت مناطية واسنين سومزروين شعبة الأخرى ذي تغالتين انخرطات وغال الذنكان نضمان نبغير مجانس شاني وين يعدان في الأسلة ضغاثي من غيوير نوكدو تزايرين 8 ماي 1945 غاب حسايا شيها قاية ثورة خفاك ذي قيار لحليني تلا رساواس ثمناطين شعبة الأخرى يتوسنن سومزروين 8 ماي 1945 لمعنى أمكاني يغال ضمرة حيق جمعني غمان الكنيس غسكن ذقاس تسوط قرنت الجثة في زيريا وياذي 12 تيخدم العسكرة فرنساوي. نحن كمسؤولين محليين لبلدية خرطة نتحمل جميع مسؤوليتنا وقمنا بكل ما يلزم في هذه المشكلة، مشكلة النفايات. نملك أيضا عدة حلول ولم نلقى الدعم اللازم. زمرات جاك كارتين وسنانا ولا شاني ذي طيشة جو بريفاري طيشة هذا ولدت جاك كارتين ينطر المواطنين بلدية خرطة ثغالين ومكاني ذا الناري الكنيس معلوم ذي نريشو هني القيمة ومزروي إيدي جاو مكاني أن الشاذ ينرني المضرة يدقلو وحرق الكنيس غاف تزمارتي يمذنني غارسيوان أكوذ الطرورة غافو قماء صافيك أنا قلت لأن السيارة مطلب حرم مرة يسخمش الحالة بارتو سورتو قلت لأن سرازك زامن سيني التسون الغاشي نوني تعدين فلاس نسينا صافيك نكوني ونفولة البديل ماشي نروح نطيش ومكانيتني خطرش لنت العراقيل لبني للسونتر اي توخصن ذو جمع الكنيسة فروا وحيد اي ورفا ذي عرمن الكنيسة غافو مكاني اي وسحف فرغاف تزمارتن العامة سي ثمانية طن تسيلاس اي المضرة غافت والناط هي كانت لي اغمس مزيغ سلمتي من تقمي